تثير تحركات عسكرية لميليشيا الأسد مخاوف أهالي منطقة وادي بردة التي تعيش حالة هدنة مفترضة أرغم الجانبان عليها بعد حصار للمنطقة ومجازر بحق أهلها من قبل ميليشيا الأسد وتهديد بقطع مياه عين الفيجة عن العاصمة من قبل الثوار. حاجة نظام الأسد إلى مياه هذا النهر أرغمته منتصف تشرين الأول من العام 2015 على إبرام هدنة مع أهالي منطقة وادي بردة الثائرة بعد أن نالت نصيبها من القصف والمجازر والحصار والتجويع وأفضت حينها إلى تخفيف حدة الحصار مقابل سماح الثوار بإعادة مياه عين الفيجة إلى العاصمة. منطقة وادي بردة الواقعة غربي دمشق تعد صلة الوصل بين القلمون الغربي ومدينة الزبدان من جهة وبين بلدة التل ومدينة دمشق من جهة أخرى ما يمنحها أهمية استراتيجية إلى جانب كونها مصدر المياه الرئيسي لأحياء العاصمة. تحركات مريبة لقوات النظام بدأت تتضح في المنطقة بدأت بتحصين بعض المواقع في وادي بردة دون معرفة الأسباب والأهداف بعد خرقها للهدنة المبرمة مع 13 قرية وتقدمها إلى نقاط في جبال عين الفيجة ودير مقرن. استحواذ الثوار على نبع بردة المغاثي للعاصمة دمشق كان ولا زال ورقة ضغط على نظام الأسد المجهز بسلاح جوي ومدفعي لا يميز بين شيخ أو امرأة أو طفل. وينضم إلينا عبر سكايب من وادي بردة الناشط الإعلامي حسام أبو حمزة. حسام، تحصينات جديدة تقيمها ميليشيا الأسد في منطقة وادي بردة، ماذا وراء ذلك؟ السلام عليكم ستي. المنطقة عندنا هون محاصرة بشكل كامل من ميليشيات حزب الله من قوات النظام، والتلال المطلة على وادي بردة كلياتها بإيد النظام تقريبا صفيانة، والنظام عم يقوم تحصينات جديدة يومية، عم يبني دشم وعم يحط آليات وعم يحط قناصات، ومثل ما بتعرفوا نحن هلأ بوضع هدنة مفترضة مع النظام، ويوميا في عنا خروقات بحق المدنيين من قنص، من قصف على بعض الطرقات اللي توصل بين القرى وغيرها. نعم، طيب ما تفاصيل الهدنة القائمة بين أهالي وادي بردة وميليشيا الأسد، وهل تسلم هذه الهدنة من انتهاكات النظام؟ لا سيدتي، هلا الهدنة المفروض تكون الهدنة مطبقة، انه اخراج معتقلين، ادخال المواد الغذائية للمنطقة، وقف القصف والقنص، بس النظام ما عم يلتزم فيها، يعني دائما في خروقات، في اعتقال للمدنيين، في تضييق بالحواجز، عم يمنعوا ادخال المواد الغذائية بشكل كامل، يعني عم يدخلوا هلا بس صفياني ادخال بشكل جزئي، يعني نعم. ما بيكفي حاجة المواطنين. نعم، طيب نعم تفضل حسام. حتى إنه العمليات القنص بشكل شبه يومي عم تصير عندنا بالمنطقة. نعم، طيب ما مدى إمكانية أن تمثل ورقة مياه عين الفيجة ضغطا حقيقيا على النظام الذي يتمركز بالعاصمة حتى الآن؟ سيدتي، هلا بالنسبة لنبع مياه عين الفيجة هي ورقة للحفاظ على أمن المدنيين في منطقة وادي بردة مقابل أمن المياه في مدينة دمشق فقط، مو أكثر من هيك. يعني ما لو ورقة ضغط حقيقية وعم تنجح، يعني مو بالأحيان، معظم الأحيان بتنجح الورقة، بس النظام ما بيلتزم بالهدنة كل مرة وبيعمل خروقات جديدة. نعم، طيب في ظل هذه الهدنة المفترضة كيف تبدو الأوضاع الإنسانية لأهالي وادي بردة؟ بالنسبة للأوضاع الإنسانية، يعني الوضع الإنساني كتير كتير صاير تعبان، يعني تضييق على المواطن، ما في مواد إغاثية، ما في مواد غذائية تكفي حاجة المواطن بشكل كامل، المواد الطبية بشبه معدومة صارت لعنا هون، الوضع كتير صار تعبان. نعم، الناشط الإعلامي حسام أبو حمزة أشكرك جزيل الشكر. أهلا وسهلا.